أسعد لحظة في حياتي لما جالي دعوة من جيشنا العظيم أنا ومجموعة من زمايلي الدارسين برا مصر. إحساس بجد ما يتوصفش إنك تكون جزء من تجربة مصرية فريدة من نوعها. تجربة بتنظمها القوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة الهجرة. قد إيه حسيت بالفخر في اللحظة اللي وصلت فيها هنا وقابلت زمايلي اللي هيشاركوني في التجربة، وعرفنا تفاصيل أكتر عن المعسكر اللي بتنظمه إدارة الشؤون المعنوية لأول مرة عشان نتعايش مع أبطال المظلات والصعب. لما شفت الجزء ده من الفيلم في الندوة التثقيفية الأخيرة اللي قدمت، الحقيقة الجزء قد إيه كان حلو إن إحنا نشوف شباب مش عايشين في مصر ويتم دعوتهم وييجوا علشان يشاركوا في تدريبات حقيقية ويخوضوا التجربة مع الجيش المصري ويشوفوا يعني ممكن يحصل إيه. عجبني مش بس إن هم يكونوا اختيار من الشباب الذكور، ولكن كان فيه كمان بنات، لأنه حقيقي البنت المصرية والمرأة المصرية كان لها دور كبير في نصر أكتوبر. كانت موجودة على الجبهة، كانت بتساعد في الانتقال من القاهرة للجبهة بمعلومات، وكانت بتشارك. حتى المرأة السنوية كان ليها دور. فعجبني قوي إن إحنا في هذا الزمن نتكلم في سنة 2022 نقدم أفلام وثائقية ونعيش الأجيال اللي لم تعش أبدا قصصا من الحرب تعيش تدريبات حقيقية. الفيلم قصته حلوة وتجربته حلوة، وحنعرف إزاي تم المشاهد دي وأيضا مشاركة عدد كبير من النجوم في الفيلم ده. ضيفي هو جمال الثروي وهو مخرج فيلم مصري. صح الثروي؟ الثروي مظبوط. مساء الخير يا جمال. مساء النور. الفكرة حلوة قوي، جت منين الفكرة دي؟ الفكرة دي الحقيقة ظهرت يعني العقيد محمد الجزار، هو إدارة الشؤون المعنوية، هو صاحب هذه المبادرة وصاحب هذه الفكرة، وهو أول من دعانا وجمع هذه المجموعة عشان نبدأ نستارت على هذا المشروع. أنت حلق شعرك نتيجة التدريبات دي؟ كنت موجود معاهم ولا لا؟ لأنك أكيد خدت التدريبات نفسها. احنا على الحقيقة خدنا كلنا طبعا التدريبات وعشنا فيها بشكل يعني تعايشنا بجد في اختيار الصعقة دي. كان في الصعقة والتانية إيه؟ المظلات. والاتنين أصعب من بعض. الخاصة. الاثنين اصعب من بعض، والاثنين تجربه يعني استثنائيه وفريده جدا جدا. يعني فكره تواجدنا في هذا المكان، يعني احنا كنا زمان دايما بنعدي من قدام اي معسكر او اي منطقه عسكريه عادي، يعني مكتوب ممنوع الاقتراب والتصوير. الجمله صحيح. دي كانت بتستوقفني قوي. ايوه. دلوقتي احنا بقينا جوه هذه المعسكرات وتسمح لنا يعني ان احنا نصور ونعاين ونشتغل براحتنا وبدعم كبير جدا حقيقه من الناس كلها. يعني كلمني الاول عن الشباب اللي جه ده علشان يدخل تدريبات زي دي وكانه جند لفتره كده في الجيش. كلمني عن اولا في بنات وفي شباب. طبعا التدريبات يعني الشباب لما جم دخلوا المعسكر في البدايه كانوا شويه متوترين وقلقانين وحاسين ان هم طبعا في شغف بالتجربه طبعًا. ولكن هم لسه مش عارفين هيواجهوا ايه او هيشوفوا ايه. لكن الحقيقه استقبال القيادات في الصاعقه او في المظلات كان في استقبال مخليهم يبداوا الرحله بتاعتهم بشكل كويس، واخدوها بجد والتزام ومواعيد ومعسكر معسكر حقيقي جدا حقيقي جدا كامل. أيوه. طبعا
طبعا تعايش كامل واندماج كامل ما بين الضباط وما بين الجنود وما بين الشباب اللي شاركوا في العمل وما بين فريق العمل التصوير كمان. كنا كلنا تيم واحد وكنا كلنا مصلحتنا واحده في ان احنا التصوير بقى كان 6 الصبح و7 الصبح مع خمسة الفجر يا فندم بنصحى 5 الفجر يعني وكانه فعلا انت جوه المعسكر الحقيقي ده حقيقي. احنا كنا بناخد ترتيب اليوم الحقيقي بتاع يعني هم اليوم برنامج يومي احنا اندمجنا مع هذا البرنامج طبقناه يعني وانا شايفه المشاهد هنا وكله لبس والتزموا بالزي والزي طبعاً العسكري طبعاً. وده كان لبس الصاعقه اعتقد ده كان لبس الصاعقه ده أيوه. ده في اتفاجئوا بدخول احمد عز ولا كانوا عارفين؟ هم كانوا عارفين طبعا كانوا عارفين بس برضو احمد عز في الزي العسكري يعني برضو في انضباط مختلف يعني طبعا لا هو كمان دخل اللوكيشن بالزي يعني هو دخل ظهر اول ظهور علينا كلنا في اللوكيشن اوريدي كان لابس بالزي. يعني فطبعا ده فكان يعني في الالتزام نفسه حسينا على طول ان احنا جوه الموضوع يعني ما حسيناش ان النجم دخل بشكل معين وكده وبعدين بدا يغير ومكياج والمراحل اللي احنا عارفينها دي. التدريبات كانت شاقه يعني انا شايفه في تدريبات هل هم حسوا كده انه يعني دي تجربه تحسسهم يعني ايه جيشنا بيعمل ايه؟ طبعا انا عايز اعرف انطباعاتهم ليك قالوا لك ايه؟ لا مش قادرين لا انا مش هقدر اكمل ولا في ناس يعني كانوا قد التجربه؟ لا الحقيقه هم كلهم كانوا قد التجربه وقد المسؤوليه الحقيقه جدا يعني من بدايه الموضوع وهم كانوا مستعدين نفسيا يعني تم تاهيلهم نفسيا في اداره الشؤون المعنويه. حصل ندوه اجتمع بيهم اللي هو ياسر الاسرجي مدير اداره الشؤون المعنويه والعقيد محمد الجزار وكل الناس المسؤوله يعني بدأوا معاهم بشرح الموضوع وبرد على كل الأسئلة والتساؤلات وكل واحد كان عنده حاجة جاوبنا عليها وحتى فنيا كمان لأن أنا كان عندي تخوف شوية أن أنا مش معايا ممثلين يعني أنا مخرج دايما معاك شباب عاديين بيدور يعني على الممثل اللي هيشتغل معاه يعني فكانوا معظمهم كان عنده الطاقة الفنية ومعظمهم كان متعود على الكاميرا في حاجات صوروها قبل كده فكانوا عندهم الطاقة دي وأسئلة كتيرة جاوبنا عليها كلها. انطباعاتهم ايه بعد التجربة؟ قالوا لك ايه؟ الانطباعات دلوقتي يعني اولا بقينا اصدقاء جدا ككرو كامل يعني التيم كله بقى اصدقاء كل اللي اشتغل وكلهم عندهم احساس بالفخر. الفخر كلمة الفخر ديت احنا بنسمعها كتير وبنشوفها بتتكتب في مقالات وكده بس الاحساس الحقيقي لما يبقى ملموس لما يبقى الواحد خاض التجربة بالفعل فاحساس الفخر عنده بيبقى حقيقي. انت اول مرة تخش تدريبات وتصور كمخرج؟ الحقيقة أول مرة داخل المعسكرات العسكرية أيوة. طبعا يعني حسيت انه ماذا لو كانت حقيقة يعني لو كنت انت بقى في معركة زي طبعًا. نصر اكتوبر كده طبعا لا الاحساس مختلف طبعا انك انت يعني انا طبعا دخول الصاعقة كان اول حاجة عندنا الصاعقة فكان دخول الصاعقة اسم الصاعقة لوحده ليه رهبة وليه طبعًا. هيبة يعني طبعًا. فكان دخول المكان دوت وأماكن التدريب وإزاي المكان دوت الناس دي إزاي بتعمل تدريبات شاقة بجد غير منطقية صحيح. يعني بالنسبة لنا غير منطقية خالص صح يعني مش رايح الجيم يعني لا خالص بجد فيه وبعدين تدريبات لأنه كمان بيحمل سلاح يعني مش بس تدريبات جسمانية ولكن فكرة أنه مع التدريبات دي كلها علشان يقدر يخوض معركة مهمة طبعا. البنات كانوا عاملين إيه؟ البنات كانوا أقوياء جدا بجد البنات كانوا دايما البنات مشرفات يا بنات طول الوقت البنات مشرفات لا البنات فعلا كانوا أقوياء جدا وكانوا مصممين ومصرين على تكملة الموضوع لآخره يعني كنا ساعات بنحاول إن احنا لو حضرتك عارفة المشاهد بتتصور فممكن ناخد مجموعة نصور بيها مشهد ومجموعة نريحها عشان نرجع نستكمل بيهم عشان ما نرهقش الناس طول اليوم تصور في الشمس طول النهار خارجي طبعا عشان تاخد كل التدريبات يعني لكن هم كانوا مصرين احنا معاك احنا ما تقلقش مننا فكانوا النجوم طبعا النجم الكبير احمد حلمي احمد صلاح حسني امير رامز يعني كان في عدد من النجوم كمان كنت شايفة ان هم كمان انطباعهم كان مختلف كان حقيقي كان حقيقي طبعا جدا وكانوا جايين بطاقة
غير طاقة التمثيل العادية اللي بيدخل فيها عمل فني طبعًا. معين، لا هو جاي يؤدي خدمة وطنية مهمة حلوة. في ليفل تاني في الـ في الـ في, الـ في التقديم وفي الطاقة اللي بيقدمها. حتى الشباب كانوا دايما يقفوا معاهم ويتكلموا معاهم ونتصور ونتكلم، وكان في طاقة. الكل كان حاسس انه بيعمل حاجة وطنية كده، وفيلم وثائقي وطني لطيف يعني طبعًا. انا بشكرك شكرا جزيلا، الفيلم رائع والتجربة حلوة، ونتمنى انها تتكرر في حاجات كتير حلوه. وعشان الانضباط اللي احنا شفناه احنا كمان منضبطين في وقتنا. بشكرك جدا جمال شكرك. السروي مخرج فيلم مصري، بشكرك، ونتمنى ان شاء الله نشوف حاجات دايما مختلفه. شكرا جزيلا. بشكرك جزيلا. زي ما انتم شفتوا فيلم مصري، كمان في مشروع مصري. المشروع ده مشروع رائع، اللي طبعا شفنا المقدمه بتاعته في الندوه التثقيفيه، واعتقد انه هيقدم لنا حاجات كتير مختلفه احنا بحاجه ليها، توعية وثقافة وفن وأشياء كتير مختلفة ودراما. هنشوف أكيد في الأيام المقبلة وفي السنوات المقبلة أعمال أكيد تبقى حلوة. نصر أكتوبر لا ينتهي بيوم ولا ينتهي بساعات. نصر أكتوبر دايما موجود، محفور في أجيال ومحفور فينا، وإحنا عايشين أمن وسلام ومكملين، لأن معركة البنا هي امتداد لنصر أكتوبر. وقت انتهى في التاسعة، لكن التاسعة يتجدد غدا بإذن الله. أرجوكم كونوا في الموعد، أما أنا ألقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله. تصبحوا على خير.